ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد وإن شاء الله النهاردة هجاوب على أسئلة الناس اللي كتبت لي على التليجرام بالنسبة لبرنامج يور فريدم، سواء كان اي بي 10 او اي بي 100. الأسئلة موحدة على جميع الاي بي هات. قبل ما أبدأ، ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في قناة وتوصلون الألف مشترك، وما تنسوش ما تنسوش تشتركوا في قناة عمار محمد، سبلوك لينك القناة تحت في الديسكريبشن، وقناة عالم الأندرويد برضه سبلوك لينك القناة تحت في الديسكريبشن، وقناة التقدم والاعتراف العالمي برضه سبلوك لينك القناة تحت في الديسكريبشن. القنوات دي يا جماعة مش شايف إن في ناس بتدعمها، يا ريت كل الناس اللي عندي أو نصهم على الأقل يخش يشترك في القنوات دي، ومن اهمها طبعا قناة في التقدم والاحتراف العالمي. دي احسن قناة بتقدم يعني محتوى حلو في نفس المجال اللي انا شغال فيه. طبعا انا بشكر كل الناس اللي كلمتني على التليجرام، يا عبد الله كمل انت حد كويس، يا عبد الله كمل انت انسان محترم. شكرا لكل الناس اللي كلمتني. طبعا ان شاء الله النهاردة هتكلم على اسئلة الناس المتداولة او المنتشرة بمعنى اصح على يور فريدم. الناس بتقول لي على اساس ايه بتقيس سرعه اليور فريدم؟ هو السؤال مش كده الصراحه، يعني على اساس ايه سرعه اليور فريدم بتكون بطيئه او سريعه؟ طيب اولا دي بتقاس، يعني الحته دي بتتقاس على اساس حاجتين، على اساس الشبكه وعلى اساس برج الشبكه. يبقى انا قلت الشبكه مرتين لو تلاحظوا، على اساس الشبكه وعلى اساس برج الشبكه. طب الشبكه في حاله ايه وبرج الشبكه في حاله ايه؟ الشبكه في حاله ان لازم الشبكه تكون حلوه جدا، يبقى اذا السرعه عندك تكون عاليه. اما لو كانت الشبكه خرا او ميته بمعنى صح، فالشبكه عندك خرا. لكن في حاله ان الشبكه عندك على اخرها مثلا، يعني الكونفج مثلا بيجيب معاك سرعه 10 ميجا 11 ميجا 20 ميجا بالكتير، ده كده يبقى في مشكله من برج الشبكه. بس دي احنا ما نقدرش نحلها، دي مشكله احنا ما نقدرش نحلها، بس بنحلها عن طريق اللي احنا نجيب مثلا برامج بتحسن من جوده الشبكه، بنجيب مثلا اعدادات جديده وتكون سريعه كده يعني. طيب برضو في ناس ما فهمتش، بمعنى صح ان برج الشبكه هو العامل الاساسي في كل الحالات اللي احنا فيها دي. طيب ده اول سؤال. وعدى تاني سؤال يا عبد الله، التوتال بيقعد قد ايه وازاي بنعمله؟ طيب التوتال بمعنى اصح هو بيزود من سرعه النت. تاني، بيزود من سرعه النت، لان البرنامج لما بيجي وانت بتعمل حساب، سواء انت عامل حساب او مش عامل حساب، متفعل مش متفعل، بيكون قبل التوتال بيكون 64 كيلو بالعافيه، 64 كيلو بالعافيه، بيجيب لك منهم مثلا 700 كيلو، بيخش لك على 1 ميجا، تقدر تفتح فيس وواتس وماسنجر، بس اليوتيوب مش هيفتح معاك اصلا يعني. طيب ازاي بنفعل التوتال ومده التوتال قد ايه؟ مده التوتال بيكون 4 ساعات. طيب بتفعل التوتال ازاي؟ التوتال ده بتفعله زي ما انا هوريك كده، هتخش على يور فريدم، هسيب لك لينك البرنامج ده تحت في الديسكربشن، وهو اصلا في متجر بلاي. هندوس على كلمه كانسل، خش على كلمة اعدادات، بعد كده متجر. طبعا لازم اكون متصل، بس انا فيها شوية حاجات عندي كده في الحساب خلصها يعني وهبقول لكم. وهخش على النقطة التالتة على ايدك اليمين، وتضغط على كلمة فري. طبعا هو انا كاتب لي نوت كونكتد، لان انا مش اصلا مش متصل ببرنامج يور فريدم. طيب ايه افضل السيرفرات؟ طيب افضل السيرفرات دي بتقيسها عن طريق موقع هسيبهولك تحت في الديسكريبشن، اسمه يور فريدم سيرفرز. هتكتب على جوجل هيطلع لك، عملت من اللينك اللي تحت في الديسكريبشن، هو اي حاجه بنزلها في الديسكريبشن ان شاء الله في الشرح ده هتكون مباشره. طيب انا هحاول افتح نت كده، بس والشبكه عندي ضعيفه اصلا، فيعني ربنا يسهل يعني، او ثانيه واحده انا هعمل حاجه كده بسيطه. تمام، افتح الداتا الخط التاني سريعا كده، اخش على جوجل كروم، واخش على ثانية واحدة، هكتب هنا كده في البحث، هسيب له لكم برضو يعني الناس اللي هي بتحب تختصر على طول وبتفتح يعني وكده. هنكتب يور فريدم سيرفرز، طبعا عشان انا كنت كتبها قبل كده فطلعت لي. هنضغط على اول واحدة يور فريدم سيرفرز او سيرفر، نستنى لحد ما يحمل فوق.
طبعا هو بالمعنى الاصح هيظهر لك كل السيرفرات من سيرفر واحد لحد اخر سيرفر، تمام؟ هيظهر لك وهيقول لك السيرفر ده فيه قد ايه وسرعته وكل حاجة عنه يعني. وبالنسبة للناس اللي عمالة تنزل وتقول ثغرات جديدة ثغرات جديدة ثغرات جديدة، محدش يشد يا جماعة الناس دي، لأن الناس دي نصابة يعني بتنصب جامد يعني من الآخر يعني. دي ده شغل نصب محدش ليه دعوة بيه. طيب أول ما دخلنا على الصفحة دي هعمل ترجمة بس، تمام؟ ترجمة للصفحة، اترجمت معايا. نكبر بقى كده الشاشة شوية. طبعا انت هنا ما لكش دعوة بيها، بس اللي يهمك هنا بس مجموعة الخوادم او السيرفرات المتاحة. هقفل بس كده الداتا عشان متسحبش مني كتير. مجموعة السيرفرات 35 سيرفر عندك، من واحد بيجيب لك عنده EMS واحد. طيب البلد الولايات المتحدة الأمريكية، الحجم مالكش دعوة بيها، المجموعة مالكش دعوة بيها برضو، مالكش دعوة بأي حاجة من الحاجات دي. انت كل اللي عليك انت عايز تعرف السيرفر ده حلو ولا وحش. هتيجي كده على بتاع اللي يعمل شبه اشارة المرور دي، هتبص هنا هتلاقيها خضر. طيب دي كده حلوة. وسيرفر التاني اللي هو ألمانيا أحسن السيرفرات طبعا خضرة، لأن ألمانيا أحسن دولة من حيث الاتصال، زائد فرنسا زائد هولندا. وسيرفر 3 حلو برضو. سيرفر رقم 4 يعني ما بين حلو وما بين وحش. طيب انا عايز اوريكم سيرفر ميت خالص كده زي ما انتوا بتقولوا يعني. طيب يعني السيرفرات لسه الحمد لله متحدثة يعني، ف ما فيش سيرفرات. السيرفرات اللي بتكون ميتة خالص يعني، انت عندك نوعين، عندك يا اما اللون الاخضر يا اما اللون الاصفر، وعندك نوع تالت اللي هو الدايرة اللي فوق دي، دي بتكون لونها احمر في حالة ان السيرفر بيكون على اخره او مملي خلاص يعني. طبعا هو بيرجع تاني الاول امتى التحديث بتاعه بيتم، بس الصراحة معرفش بيتم كل قد ايه. طبعا انا بيكون كاتب لك شوية معلومات بقى عن السيرفر، يعني مثلا السرعة ودخل على السيرفر كام واحد، وطبعا اخر تحديث ليه كده يعني. بس يعني ده كان كده كلام يعني عن يور فريدم والشغله بتاعت يور فريدم. وبالنسبه طبعا لكونفج الاعدادات، طبعا انت هتخشوا على الفيديو اللي قبل ده على طول، هتلاقي لينك الكونفج تحت الديسكريبشن. بسيب لكم لينك الفيديو ده تحت في الديسكريبشن للناس اللي عايزه كونفج الاعدادات. هتخش على الفيديو اللي هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، هتلاقوا كلمه رابط كونفج الاعدادات، هتضغطوا عليها وتحملوا كونفج الاعدادات، وان شاء الله يشتغل معاكم. بس الكونفيج ده هيكون لاي بي 10 وبيشتغل برضو على اي بي 100، تمام؟ وبالنسبه للناس اللي هتقول لي بعد الفيديو ده، طب بالنسبه لثغره الحائم، بالنسبه لثغره الكاستم، بالنسبه كلها ثغرات واحده بتتجمع على بايلوت واحد. بالنسبه لبايلوت فودافون بيجي لنا 503 ان افولبل، يعني ان خوادم السيرفر دي او خوادم البايلوت ده لسه مش متاحه. فاحنا في مستنيين ان البايلوت او شركه فودافون اللي هي مصنعه للبايلوت اللي احنا لقيناه تعمل تحديث، وبرضو برنامج الحائم يعمل تحديث ان شاء الله، تمام؟ عشان نقدر نعمل منه البايلوت، لان ده البرنامج الاساسي لعمل البايلوت، تمام؟ شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما اقفل الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتوصلوني 1000 مشترك في اقرب وقت ممكن، يا ريت. ويا ريت تتفرجوا على الفيديوهات لاخرها، لان انا بلاحظ ان الناس بتتفرج دقيقة وبتفصل، ما بتكملش باقي الفيديو، لان الفيديو ده مهم 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 مهم، تمام؟ شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.